اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن كاس العالم للانديه. اتكلمنا عن منتخبنا وكل التفاصيل الخاصه باخبار منتخبنا، نتكلم بقى عن كاس العالم للانديه. وبكره عندنا حدث استثنائي، مناسبه مشاركه الاهلي في كاس العالم، مباراه الدور نصف النهائي امام بالميراس، مواجهه متكرره للعام الثاني على التوالي، لكن هذه المره مش في تحديد المركز الثالث، لا في مباراه السيمي فاينال. طيب النهارده النادي الاهلي بالتاكيد من خلال اكثر من بيان رسمي صدر عن النادي، اعلنوا فيه ان اللعيبه الدوليه محمد الشناوي وايمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا لمطار القاهره حوالي الساعه 4 عصرا، وفي هذه اللحظات هم على متن الطائره المتوجهه الى دبي، ثم بعدها مباشره هيتوجهوا الى ابو ظبي للدخول في معسكر النادي الاهلي والاستعداد لمباراه الغد. فكره بقى مشاركتهم من عدم مشاركتهم، بالمناسبه طبعا الشناوي مش مقيد بسبب الاصابه، ده كان احنا بنتكلم عن ايمن اشرف، حمدي فتحي، السوليه، محمد شريف، محمد عبد المنعم. ده كان رأي وتفكير بيتس موسيماني، لازم يكون معاه خمس لعيبه من اللعيبه الدوليه معاه في المباراه الثانيه، وعشان كده لما أيد القايمه يوم 3 فبراير كان تركيزه على ان في خمسه مع ال 23 لازم يكونوا موجودين في هذه البطوله، على امل اللحاق في لقاء الدور نصف النهائي، او حتى يا رب باذن الله تكون المباراه النهائيه، او لا قدر الله لقاء تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم. مين يشارك ما يشاركش ده يتوقف بقى على الحاله اللي هيشوفها الجهاز الفني الليله اول ما يوصلوا، يعني متوقع ان هيكونوا في المعسكر النهارده حوالي الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، هيشوف بقى مدى جاهزيتهم واستعدادهم. طبعا اللعيبه لسه لعبه امبارح وفي ماتش بكره، ممكن يدفع بمحمد شريف في الجزء الثاني او الشوط الثاني ايمن اشرف، ده امر متروك بقى للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني، وده ارتباك المواعيد اللي اتكلمنا عليه فتره طويله. لكن للاسف يعني النادي الاهلي الحمد لله بمن حضر، وده ظهر في مباراه مونتيري بطل الكونكاكاف. مؤتمر صحفي الموسيماني ورامي ربيعه في هذه الاثناء وانا معاكم في مؤتمر صحفي للجهاز الفني الاهلي بقياده بيتسو موسيماني، هيتكلم على استعداده لبالميراس، وايضا رامي ربيعه كابتن الفريق. والفريق هيختم تدريباته النهارده الساعه 6:30 على ملعب النهيان، وان شاء الله باذن الله يكون في استعداد لهذه المباراه. طيب فريق بالميراس ممكن الناس تقول الحمد لله كسبناه المره اللي فاتت بركلات الجزاء والاهلي ان شاء الله هيكون موفق عليه ويتاهل للمباراه النهائيه. لا بصوا يا جماعه، المباراه صعبه جدا، والظروف اللي الاهلي فيها واجه فيها بالميراس السنه اللي فاتت غير الظروف السنه دي. اول حاجه فريق بالميراس السنه دي لسه بيبدا الموسم بالنسبه له، يعني مش مجهد زي مثلا ما لعيبه المنتخب راجعه دلوقتي، او زي السنه اللي فاتت لما لعيبه بالميراس لعبوا حوالي اكتر من 60 مباراه السنه اللي فاتت وجم واجهوا الاهلي. فبالتالي الظروف مش متشابهه، في غيابات، في انضمام صفقات جديده، في مدير فني برتغالي بيقود الفريق. كل التفاصيل دي بقى عشان ندخل اكتر في تفاصيل بالميراس ونعرف كل التفاصيل الفنيه والاستعداد، مش هيكون معانا يعني افضل منه الكابتن احمد عبده المعلق الرياضي، واحد الشخصيات الاعلاميه الجميله جدا اللي دايما مهتمه بتفاصيل الكره في امريكا الجنوبيه، بيتابع الكره في البرتغال بشكل جيد، ايضا كمان في كوبا امريكا ودراساته ومتابعته لفرق امريكا الجنوبيه. كابتن احمد، اولا بشكرك على وجودك معايا، وسعيد دايما بوجودك ومتابعتك لهذه المناسبات الكبيره، لان عندك تفاصيل مهمه عن فريق بالميراس اكيد. حبيبي محمد، شكرا ليك وشكرا لفريق الاعداد، وانا اللي بشكرك على الاستضافه، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكون تحضيره افضل باذن الله. طبعا السنه اللي فاتت انا توقعت في المداخله مع استاذ ابراهيم النسي والكابتن عادل القيعي السنه اللي فاتت ان الاهلي يكسب في ال 90 دقيقه، والاهلي كان ممكن يكسب في الوقت الاصلي للمباراه. وذكرت الاسباب الفنيه ان كان الاهلي ممكن يكسب في المباراه دي في ال 90 دقيقه، انه بالميراس طبعا لما كسب البطوله السنه اللي فاتت كان النهائي اللي لعبه مع سانتوس يوم 30 يناير 2021 ويوم 30 يناير 2020 30 يناير 2021 عفوا، ولعب مباراة تيجرس في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدها بأسبوع، فما كانش في وقت خالص للتحضير. حتى لما كسبوا البطولة، بطولة كأس الليبرتادوريس، كانوا كسبوا البطولة بهدف في الدقيقة 99، يعني بهدف في الدقيقة 9 من الوقت بدل ما نضيع مع سانتوس، فكان حتى هم ما كانوش متخيلين إنه ممكن يكسبوا البطولة، لأنه كان سانتوس مرشح أكتر. حتى السنة دي كان فلامينجو مرشح أكتر، لكن لو هنعدد نقاط مختلفة عن السنة اللي فاتت، لا في كثير من الاختلافات، منها 60% من التشكيلة اللي لعبت قدام النادي الأهلي السنة اللي فاتت مش هتلعب السنة دي. بنسبة كام يا كابتن أحمد؟ 60% الفريق اللي لعب النادي الأهلي السنة اللي فاتت مش هيلعب. 60% يعني الحارس مستمر ويفرتون،
لكن عندك الظهير الايمن جابرييل مينينو وباتريك دي باولا الاثنين موجودين في الفريق، لكن المدرب شالهم من القائمه، من قائمه كاس العالم، لانهم هو شاف انهم كانوا الاداء بتاعهم في مباريات الباوليستا، هم لعبوا 4 مباريات الاداء كان غير مرضي بالنسبه للمدير الفني، فحب طبعا يفقد التزام وحب يفقد شخصيته، فشالهم من القائمه النهائيه بالفريق في المونديال، وهم معاه برضه موجودين في ابو ظبي لكن بره القائمه الرئيسيه للمونديال. جابرييل مينينو كان بيلعب ظهير ايمن، وباتريك دي باولا كان اساسي جنب فليب ميلو في نص الملعب، فدول حتى وهم موجودين شال. لكن في طبعا ناس خرجت زي ويليان، زي لويس ادريانو، في ناس يعني مشيت من الفريق زي فليب ميلو، وحتى الشكل الخططي او نظام اللعب هيتغير، يعني هو هيلعب بكره ان شاء الله ب 3 4 3 هيلعب بثلاث مدافعين، تحول طبعا لخمسه لما بيفقد الكوره، واخطر ما فيهم طبعا هيكون التحولات، لان هو درس في الاهلي دراسه يعني تفصيليه، وحتى لما شفنا تصريحاته يعني اهتمامه الغير عادي بالفريق، وقال ان الفريق في مباراه مونتري عمل 7 أو 8 تحولات هجوميه، وده امر كويس. لكن في نقطه محمد برضو لازم ناخد بالنا فيها، المساحات اللي كانت موجوده للاعيب في النادي الاهلي في مباراه مونتري اعتقد انها صعبه انها تكون موجوده في مباراه بالميراس بكره، صعبه، ولذلك اي فرصه تتاح للتسجيل لازم تركيز اللاعب في الانهاء يكون 150% مش 100%، يعني ما ضيعش اي فرصه، لازم من نص فرصه اقدر اسجل، ده كلام مهم، لانه قدام طب بالتاكيد لانه قدام فريق زي ده لعب السنه اللي فاتت ما جابش جول في البطوله، انت عارف انه ما بتخسر نص النهائي بتروح تلعب مباراه الثالث والرابع بتكون معنوياتك يعني مش في افضل الحالات، وبالتالي البطوله مهمه جدا بالنسبه لهم، جم بدري راحوا بدري سافروا بدري لابو ظبي عشان يعملوا تاقلم وعشان يتغلبوا على فارق التوقيت ساعة البيولوجيه اللي هي اثرت بعض الشيء على اداء فريق مونتري مع البيولوجيه، لان مونتري برضو كان في تفاصيل صغيره هي اللي تصنع الفرق، على فكره التفاصيل دي غابت عنه. هو واضح ان بالميراس واضح ان هو شاف السلبيات اللي حصلت معاه خلال مشاركته في الدوحه فعايز يتفاداها في مشاركته المره دي في ابو ظبي، نفس الظروف اكيد فعايز يتغاضى ده. وتفاداها كلها، ولذلك هو نقطه احنا طبعا على فكره كل اللي بيحصل ده يؤكد لك قيمه النادي الاهلي وقيمه لاعبين النادي الاهلي، وان المدرب ابيل فريرا بيحترمه احترام كبير. حتى بيتسو موسيماني انت من شويه اتكلمت انه بيتسو قال انه لو كان عندي الخمس لعيبه بتوع المنتخب هيكون اضافه للفريق. بيتسو صديقه في البرازيل بيو نوجيرا ده مهاجم صديق بيتسو موسيماني، كان بيلعب مهاجم في اورلاندو بايري، صرح في البرازيل انه بيتسو قال له لو انا لعيبه المنتخب الخمسه جم قبل المباراه بوقت كافي هكسب بالميراس بكل سهوله، لان انا عندي رؤيه لمباراه بالميراس وشكل بالميراس في المباراه دي، فبيتسو برضه مذاكر فريق بالميراس كويس. بالظبط. بالاضافه طبعا لبعض المعلومات انا وصلتها طبعا بطريقه للجهاز الفني عن الشكل والتشكيل اللي هيلعب، وفي نقطه مهمه برضه محمد لازم الجهاز الفني ياخد باله منها، نقطه ضربات الثابته، لانه هو اكد عليها جدا ابيل فريرا، قال لك احنا ممكن نسجل من تحول، يعني ممكن نكون احنا بحاله دفاعيه ونكسب الكوره ونعمل تحول سريع ونسجل، وممكن نسجل من كره ثابته، وممكن نسجل من مهاره فرديه، فانا بحذر من خطوره دودو اللي كان في الدحيل، كان معار من بالميراس في الدحيل ولعب قدامنا في السنه اللي فاتت في ربع النهائي قدام الدحيل. اكيد. وحاليا هيلعب في فريق بالميراس اساسي على فكره في مباراه بكره. اكيد. الشكل اللي هم هيبقوا عليه بكره زي ما يعني ال 99% هيلعب بويفرتون كحارس. تمام. جوستافو جوميز كابتن منتخب باراجواي والوان موريلو دول هيبقوا ثلاثه في خط الظهر. ماركوس روشا المخضرم ده هيبقى على اليمين هيقوم بدور الجناح والمدافع الايمن. وجوستافو سكاربا هيلعب على الشمال. دانيلو وزي رافائيل
هيكونوا في الدايره بمواصفات طبعا دفاعيه بمهام دفاعيه في الدايره. تمام. بعد كده هيبقى رافائيل فيجا على الناحيه الشمال ودودو على اليمين، وروني مش هيبقى راس حربه، هيبقى مهاجم وهمي. يعني هو مش هيلعب بكره براس حربه صريح، هيلعب بمهاجم. دي تقريبا يعني اهم النقاط. هو كان مبسوط جدا من الملعب ومن ارضيه الملعب، حتى بالرغم من صغر المدرجات انما كان مبسوط على اساس انه الارضيه هتساعد المباراه هتبقى سريعه، وبالتالي بحذر جدا من التحولات. التحولات يعني ما فيش لازم التركيز، ما نفقدش الكوره بسهوله. يعني لو هنفقد الكوره نطلعها اوت، نعمل اي مشكله. تمام. يعني دي كانت بعض النقاط. على فكره عندنا حاجات كثيره ممكن نفاجئهم بيها ان شاء الله. طيب، عشان انا عندي كابتن احمد، انا بشكرك، انا بجد بشكرك جدا على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات، وكل توفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه بالميراس. لازم اطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات الترند، وعندنا كلام عن الاهلي وكواليسه في ابو ظبي.